السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم عن Lab Investigation Used in Measuring Hormone Level. الإيمونوأسيس. Most hormones are present in circulating blood in extremely low concentration, some as low as 1 million of a microgram, 1 picogram. عندي إن الهرمونات الموجودة في البلد تتكاثر بتبقى كميتها قليلة جدا، موجودة بتركيز صغير خالص من يقيسوا يونت اسمها البيكوجرام، ودي بتبقى مليونز اوف امايجوجرام، يعني كمية صغيرة يونت صغيرة خالص. والكلام ده خلى الموضوع إن احنا نقيس الهرمونات في بداية علم الهرمونات كان الموضوع ده صعب، إن احنا نقيس تركيز الهرمونات عشان كميتها الصغيرة دي. بس مع وسط القرن العشرين بدأ تظهر تقنيات الإيمونو إسي اللي هي زي الراديو إيمونو إسي. والتقنيات دي سهلت الموضوع، بقت سهل ان احنا نقيس الهرمونز والاند برودكت بتاعتهم، نواتج التمثيل الغذائي بتاعها. يبقى اذن الهرمون ليفلز ان ذا بودي فلويد كان استيميتد باي امنو اسي اللي هي ليها كذا نوع، زي حاجه اسمها اليزا، حاجه اسمها ار اي اي اللي هي ريديو امنو اسي، حاجه اسمها اف اي اي اللي هي فلورسنس امنو اسي. طيب يعني ايه امنو اسي؟ امنو اسيز دي تقنيات تستخدم تكنيكس بيزد بتعتمد على الفورميشن اوف ستيبل انتيجين انتي بودي كومبلكس. اميونو يعني مناعي، تمام، اللي هو الانتيجين انتي بودي، في انتيجين وفي انتي بودي، رياكشن او كومبلكس تفاعل مع بعض. السيز يعني تيست او ميجر او اناليسيس، ان احنا بنقيس التفاعل ده. طب بنقيسه ازاي؟ احنا قلنا الكميه صغيره جدا، يعني انا عشان خاطر اقدر اقيس الكميه الموجوده يعني مش هقدر اشوفها كده، يعني مش هقدر اشوف التفاعل اللي بيحصل ما بين الانتيجين والانتي بودي بعيني بنجد اي كده، لازم محتاج حاجه تدل يعني تخليني اعرفه الحاجه دي اللي هقدر من خلالها استدل على الرياكشن ده او استنتجه، تبقى حاجه اسمها ليبل او ساعات نسميها تاج، يعني زي كده حاجه بنحطها في العينه بتاعتي او احطها في التست بتاعي بتديني زي اشاره كده عن ان حصل تفاعل او حصل في رياكشن حصل معايا، ومن هنا اقدر بقى استدل على الايه، على تركيز الحاجه اللي انا بقيسها في العينه. طيب انا ممكن اقيس الدكاتره، ممكن اقيس انتيجين في العينه، ممكن اقيس انتي بودي. طبعا عشان اقيس الانتيجين بكون حاطه له انا من بره الانتي بودي السبيسيفيك ليه، ولو هقيس انتي بودي بكون حاطه له من بره الانتيجين السبيسيفيك ليه، وده هنشوفه دلوقتي لما نشرح الطريقه اللي بنشتغل بيها. طبعا الاميون اسيز دي ساعدت كتير في الكلينيكال كيمستري، وكانت بتستخدم في الفاست اند السيف ديتكشن اوف بروتين والهرمونز والفارماسيوتيكال ايجنت، يعني بتستخدم في نطاق واسع خالص. تمام. طيب الليبل اللي احنا بنحط او الماده اللي بتدلنا على التفاعل دي بتديها كذا نوع، ممكن احطها مع انتيجين لو انا هقيس انتي بودي، ممكن احطها على الانتي بودي لو انا هقيس انتيجين. تمام. ده طبعا ساعد في developing sensitive and specific immunochemical assays زي ما هنشوف دلوقتي. طيب على حسب نوع الليبل اللي انت بتستخدمه، على حسب نوع الاميون اسي اللي احنا هنستخدمه او اللي هيطلع معانا. لو كان الليبل ده ماده ريديو اكتيف، ماده مشعه زي اشهر حاجه الايودين 125 نظير المشع بتاع اليود 125، هنسميه ريديو اميون اسي. لو كانت الماده دي فيروجينيك سبستانس، ماده بتدي وميض، اسمها فيروسنس اميون اسي، زي ايه المواد دي؟ زي حاجه اسمها ايزوثيوسيانات. لو كان الماده اللي هي الليبل دي عندي انزيم، يبقى هسميها انزيم لينكد اميونوزوربنت اسي، ودي الاسم بتاعها اللي هو الايه، اليزا. والانزيمز دي ليها امثله كتير زي الالكالين فوسفاتيز، زي الهورس راديش بروكسيديز، وزي الجلوكوز اوكسيديز، وزي اليوريس. طبعا انزيم كونجوجيت او اللي انا الانزيم بحطه على حسب بقى اللي انا هقيس انتيجين ولا انتي بودي، بيكون ده التريسر بتاعي او المتتبع بتاعي اللي هو بيتتبع التفاعل اللي بيحصل، وبيقدر يدي عن طريقه بيديني الاشاره اللي بستدل بيها على التفاعل. وطبعا اللون او النتيجه اللي هستدل بيها دي على التفاعل بتتناسب طردي او بتعكس عندي تركيز اللي انا الحاجه اللي بدور عليها اللي هو الانالايت. الانالايت ده اللي انا بدور عليه في العينه سواء كان انتيجين او انتي بودي، تركيزه هيتناسب او مقابل للسيجنال انتستي، يعني الشده او الـ او الـ الـ الاشاره اللي هتطلع معايا دي كل الشده بتاعتها بتكون بتتناسب مع الايه، مع التركيز الانالايت او الماده اللي بدور عليها. طيب نبدا اول حاجه ريديو اميون اسي، طبعا سنسيتيف وسبيسيفيك تايب اوف الاميون اسي ذات يوز ريديو ليبلد انتيجين اور انتي بودي، على حسب زي ما قلنا لو انا هقيس انتي بودي في العينه يبقى انا هستخدم انتيجين من بره وهحط له الليبل بتاعه
اللي هو راديو اكتف سبستنس في حاله الراديو امنيوسيس. ولو بقيس انتيجين بقى في العينه بحط الانتي بودي وبحط الليبل بتاعه اللي هو ايه الراديو اكتف سبستنس. طبعا الموضوع ده هايلي سبيسيفيك، ان طبعا بيكون الاميون رياكشن بس معايا سبيسيفيك، انا عندي الانتيجين والانتي بودي سبيسيفيك، يعني الانتيجين مثلا بيتفاعل مع الانتي بودي المخصص ليه فقط، تمام؟ يعني كل حاجه الانتيجين والانتي بودي دول مناسبين لبعض. سنسيتيف هايلي سنسيتيف، يعني انا اي كميه موجوده سواء بدور على الانتيجين، اي لو كانت الانتيجين موجود بكميه صغيره جدا، او لو بدور على الانتي بودي لو هو موجود بكميه صغيره جدا هقدر ايه هقدر استدل عليه من خلال الطريقه دي. طيب لكن طبعا ايه الديس ادفانتج بتاعك الموضوع ده يا دكاتره؟ طبعا الراديشن هازارد، ده طبعا حاجه بتعامل مع مواد مشعه وفي نظائر مشعه والكلام ده، ده طبعا حاجه خطيره مش سهله، ممكن تنتج عنها سايد افكت خطيره، تمام؟ وفي نفس الوقت مش اي حد يقدر يتعامل معاه، لازم يكون حد يكون سبيشلي تريند بيرسونز عشان يبقى عارف يتعامل معاها ازاي والاحتياطات اللي ياخد باله منها اثناء التعامل. عشان كده ده بيخليه بيقنن الموضوع ده شويه ومش بيخليه يعني ممكن يكون واسع انتشار قوي. الفلورو انه السي برضو دي بستخدم ماده فلورسنس سبستانس زي اللي قلنا عليها ايزوتاي وايسيانيت، تمام؟ بتكون هي الليبل بتاعي الانديكيتور الليبل بتاعي اللي انا ديتكت عن طريقه بعمل ديتكشن اند كوانتيفاي الايميولوجيكال رياكشن اللي هو الانتيجين انتي بودي رياكشن. طيب نيجي بقى الانزيم لينكد اميونوسوربنت السي اللي هي الاليزا وهي اشهر تقنيه فيهم، تمام؟ ودي قلنا ان هي developed for the measurement of micro amounts of substance in tested samples making them useful in routine and research analytic determination. يعني انا بقدر تساعدني كتير في ان انا اقدر احدد اي كميات حاجات معينه بقيسها في العينه بتاعتي، حتى لو كانت كميتها صغيره جدا بتساعد كتير في الابحاث وفي التحاليل عموما. It's a traditional solid phase assay that requires separation of reagent. هي التقنية دي زي ما هنشرح بعد كده ان هي بتكون بتعتمد على كذا ستيب، بيبقى فيها طرق كتيرة، بحط حاجات يعني بحط مواد او يعني بحط حاجات ورا بعضيها، وبين كل خطوة وخطوة بعمل ووش للمكان اللي انا بحط فيه عشان يقدر يشيل لي اي حاجة ما حصلهاش رياكشن معايا في العينة. وهنعرف موضوع solid phase ده لما نيجي نشوف الخطوات بتاعتنا. طب ايه البرنسبل بتاع الاليزا؟ طبعا زي ما قلنا بيكون فيها انتيجين وانتي بودي انتر اكشن، بيكون كل حاجه مخصص فيه سبيسيفيك انتيجين بتاعت مع اللي بيكون يعني انتيجين وانتي بودي فيه سبيسيفيك في رياكشن بينهم، مش اي حاجه مع اي حاجه يعني. الانتيجين انتي بودي ار امبولايزد اون سوليد سبورت، الانتيجين انتي بودي ار انتر اكتد وذ زير بايندينج سايت. طيب ايه الادفانتج بتاعت الاليزا دي يا دكاتره؟ اول حاجه زي ما قلنا انها سنسيتيف، فيري سنسيتيف، كان ديتكت نانو جرام ليفل اور لور، يعني اي كميه موجوده من الحاجه اللي انت بتدور عليها تقدر تستنتجها من الاليزا، اي كميه هي تقدر تطلعها، وده معنى كلمه سنسيتيف. كوالتيتيف اند كوانتيتيف، كوالتيتيف يعني هي بتقدر تبين الحاجه وجودها من عدمه، لكن كوانتيتيف لا، مش هي بتبين بقى بكام، هي كميتها قد ايه، الكونسنتريشن بتاعها كام بالظبط، يعني اديني رقم. زي مثلا في حاله الاتش اي في تيستنج، ان انا بقدر اشوف الناس المصابه بالاتش اي في اللي هو مرض الايدز، تمام، اللي هو الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس، الناس اللي مصابه بالفيروس دي اللي بيبقى عندها نقص المناعه، تشوف الانتي بودي بتاعها موجود موجوده، لو كان عندهم الانتي بودي للفيروس ده يبقى هم مصابين بيه، ممكن يكون هم عندهم الفيروس. فبقدر اعمل كوانتيتيف ميجرمنت او كوانتيتيف اسي للاتش اي في. كمان بقدر كوانتيتيف اسي للدراج، دراج مونيتورنج، زي ما قلنا مثلا لو انا في دراج معين شخص بياخده لازم اعمل له متابعه، شوفوا هو تاثير الدراج ده عامل ايه. كمان عايز اشوف مثلا الدوز بتاعته هل هي في السيف، يعني هي في السيف رينج بتاعها ولا اتعدت، ممكن تعمل توكسيسيتي او تعمل سميه، فطبعا ده مهم جدا واقدر استنتجه من الاليزا. برضو ليها جريتر سكوب، يعني ليها نطاق واسع في الشغل بتاعها، انا ممكن زي ما قلنا احنا ممكن نقيس انتيجين او ممكن نقيس انتي بوديز، تمام. سوتيبل فور اوتوميشن، طبعا انا ممكن بقيس عينات كتير ويبقى في معايا جهاز اللي هو بيقرا العينات ديت، بيبقى حاجه سريعه واوتوميتد وليها هاي سبيد، وطبعا ما فيهوش موضوع راديشن هازارد اللي هو كان موجود في الراديو امنيو السي. طيب الإلايزا دي دكاترة ليها أنواع كتير وليها يعني كذا طريقة من تحتها كده، بس إحنا هنتكلم عن الطريقة الأشهر اللي اسمها نون كومبتيتيف أور ساندويتش السي، ودي الطريقة اللي إحنا بنقيس بيها الأنتيجين ميجرنج سيستم. إحنا قلنا فيه ممكن نقيس أنتيجين وممكن نقيس أنتي بودي،
فالطريقه دي هنقيس بيها حاجه اسمها ساندوتش اساي او ساندوتش تكنيك، دي بقيس بيها الاندجين، اندجين ميجرنج سيستم. تمام، الاول بس نشوف شكل الليزر ده زي ما احنا شايفين، ده البليت اللي هو اسمه مايكرو تايتر بليت، ده البليت عندي ده اللي انا بحط في العينات بتاعتي. شايفين احنا العينات عباره عن صفوف وكل صف فيه حفر كده صغيره او دوائر صغيره، الدوائر دي بنسميها ويلز، ويلز دبليو اي ال ال، الويل دي اللي بنحط فيها العينه بتاعتي. تمام، فشايفين احنا ممكن نحط عينات كتير في وقت واحد، يعني ان البليت ده اسمه بليت، الطبق ده ممكن اشتغل بيه مره واحده، مثلا عندي مثلا كذا عينه ممكن اشتغلهم مره واحده، ان البليت ده عندي تقريبا بيبقى 96 ويل. تمام، فالبليت ده انا بشتغل فيه بحط فيه العينات بتاعتي، وبعد كده بحطه على الجهاز ده اللي هو اسمه اليزا ريدر، الجهاز ده هو اللي بيقيس لي او بيطلع لي في الاخر القرايات بتاعت كل عينه اللي انا بستنتج منها الكونسنتريشن بتاع الايه؟ بتاع الانلايت او الحاجه اللي انا بدور عليها. تمام، ده اللي هو شكل اليزا بليت، ودي اللي هي الايه؟ الويل. طيب ايه بقى التكنيك؟ احنا بنشتغل ازاي الموضوع ده يا دكاتره؟ انا عندي الويز اللي احنا شفناها دي بتكون انا هنا قيس، عايزه اقيس الانتيجين، يعني العينه بتاعتي بتبقى بدور فيها على انتيجين، فانا بقى انا هبقى حاطط لها ايه من بره؟ بكون حاطط لها انتي بودي حسب بقى نوع، مثلا بدور على انتيجين معين، مثلا هنا مثلا بيقول لك بدور على انسولين، يبقى انا بكون حاطط الانتي بودي اللي هو انتي انسولين عشان يحصل لي انتر اكشن ما بينهم. تمام، يبقى انت تكون الويلز بتاعتك دي تبقى كوتد مع الانتي بودي اللي هو انت اللي مناسب الانتيجين اللي انت عايز تقيسه، وبعد كده بحط العينه بتاعتي اللي هي السامبل اللي هي فيها الانتيجين اللي هو مثلا عندي انسولين، عايز اقيس الانسولين هرمون. طيب لازم اعمل حاجه اسمها انكيوبيت او انكيوبيشن بيريد، لان انا بعمل فتره يحصل فيها التفاعل، بسيب العينه بتاعتي بعد ما بحط عليها الويل ده، بعد ما بحط عليه الانتيجين بسيبه شويه كده عشان يحصل ايه؟ انتيجين انتي بودي رياكشن از كومبليت، يحصل تفاعل كامل بين الانتيجين والانتي بودي رياكشن. تمام، طيب بعد كده بعمل ووش، الووش ده يعني بغسل البليت بتاعي، بغسله بحاجه معينه، بفر او محلول معين بيبقى موجود جاي مع الشغل او مع الكيت اللي انا بشتغل بيها، الايزا كيت او اللي هي الكيت دي اللي هي اللي هي زي الادوات بتاعتي اللي انا بشتغل بيها او الكيميكالز اللي انا بشتغل بيها اللي انا جايباها من الشركه. بعمل ووش، بغسل كويس عشان اقدر اشيل اي انتيجين ما حصلوش باوند مع الانتي بودي، يعني اي انتيجين مثلا العينه، ممكن العينه اللي انت حاططها مثلا عينه سيرم مثلا عينه بلاد وخدت منها السيرم وحطيتها، فالسيرم ده ممكن فيه كذا انواع انتيجين كتير، فانا بس عايز الانسولين، بس عايز الانتيجين، هو الانسولين بس هو اللي يتحد معايا مع الانتي بودي مخصص لي، اي انتيجين تاني طبعا اصلا هو مش هيتحد معايا، فهيروح يتغسل ويروح، مش خلاص مش ما يعمليش انترفيرنس ولا اي حاجه، ما يتدخلش معايا. بعد كده تاني خطوه هحط الانتي بودي اللي هو فيه ايه بقى يا دكاتره؟ اللي هو فيه الانزيم، اللي هو فيه الانزيم اللي هو الليبل بتاعي بقى اللي هو يديني الايه؟ هيديني الاشاره. بعد كده برضو هعمل انكيوبيت تاني، هستنى شويه تاني لغايه لما الانتيجين يتحد مع الليبلت انتي بودي اللي هو فيه الانزيم، وبعد كده برضو تاني هعمل ووش بعد كده عشان اشيل اي ان باوند ليبلت انتي بودي، اي حاجه انتي بودي ما اتحدش خلاص هشيله، اللي هو انتي بودي ان اللي هو الليبلت انتي بودي هو ما حصلش ما عملش انتر اكشن معايا برضو هشيل بالووش دوت. وبعد كده اخر خطوه بقى ان احط سبستريت. ايه السبستريت ده؟ هو انا الانزيم انا اللي حاططه دوت هو لوحده كده مش هيعمل حاجه، ازاي الانزيم هيشتغل؟ محتاج السبستريت بتاعته عشان يشتغل عليها، وعن طريقها هيدي الاند برودكت او هيدي برودكت اللي هو بقى هو ده بقى اللي هو الناتج بتاعه، هو ده اللي انا هستدل منه في الاخر. يبقى مش هينفع احط الانزيم كده خلاص واسكت، لازم بعد كده بحط له السبستريت بتاعه وبرده اسيب فتره انكوبيشن. طيب السبستريت ده لما يتحد مع الانزيم الدكاتره هيديني برودكت، البرودكت ده بقى بيديني لون جديد طلع معايا، على حسب شده اللون دي على حسب بقى ايه الانتيجين او الانلايت اللي انا بدور عليه في العينه. يبقى اذا الانزيم هيتحد مع السبستريت هيديك لون، هقيس ان اللون ده هقيسه ازاي؟ عن طريق الاليزا ريدر الجهاز اللي احنا قلنا عليه دوت. طيب وكل ما يكون اللون زي كل ما يكون كميه الانتيجين او الانلايت اللي بدور عليه في العينه هيكون ايه؟ هيكون اكتر. اهو دي رسمه عندي موضحه الموضوع ده، ادي ده اللي هو اللابن ده وليكن ده اللي هو الويل بتاعي ومكتوب عليه سوليد اللي احنا قلنا عليه سوليد فيز اللي هو بيكون فيه الانتي بودي موجود في اللي هو بيكون مغطي الويل اللي احنا شفناه اللي هو شكل الويلز ديت. لو انا هقيس انتيجين بتكون الويلز ديت بتكون مالها بتكون متغطيه او كوتد بالانتي بودي دي اللي اسمها السوليد فيس. انا ببدا بعد كده احط عليها الانتيجين العينه بتاعتي، فبيحصل انتر اكشن ما بينهم بتكون الانتيجين وبتكون الانتي بودي.
تمام. طيب بعد كده انا بقى ادي الادي الاحمر ده اللي هو الانتيجين بتاعي، مسك في الانتي بودي اللي هو السبيسيفيك ليه، تمام. الانتيجين ده بيكون فيه عليه حاجه اسمها ايبيتوب، ايبيتوب دي اللي هي بيمسك فيها الايه، اللي بيمسك فيها الانتي بودي. بعد كده هعمل قلنا خطوه الوش عشان اشيل اي انتيجين معايا ما اتحدش، اي انتيجين غريب غير اللي انا عايزه اقيسه. بعد كده بحط الانتي بودي انزايم كونجوجيت اللي هو ده، هو الاخضر واللي ماسك فيه البامب ده، ده انتي بودي وده الكونجوجيت وده الانزيم اللي ماسك فيه، كونجوجيت يعني متحد معاه او ماسك فيه. نلاحظ احنا في الرسمه دي ادي الاند الانجل انا بدور عليه، هو في انتي بودي قبليه وفي انتي بودي بعديه، فهو بيبقى هو ده موضوع الساندوتش، ان هو يعني كان الانتي بودي ده محشور، يعني كانه الحشو بتوين اللي هما الايه التو انتي بودي، اللي هو واحد اللي هو الانتي بودي اللي كان موجود عندي اللي هو اللي كان متبطن بيه الويل، تمام، والانتي بودي اللي انا حطيته من بقى اللي انا حطيته تاني بره اللي هو فيه الانزيم، اللي انا حطيته ضفته بعد كده اللي هو فيه الانزيم وهو ما بينهم، وده بيخلي الموضوع هو مور سبيسيفيك، ان هو عندي انتي بودي قبليه وانتي بودي بعديه هو خاص بيه بس. بعد كده الخطوه الاخيره ده كده اللي انا بحط السبستريت، طبعا بين كل خطوه خطوه زي ما قلنا بنعمل انكوبيشن وبنعمل ووش عشان نشيل اي حاجه عندي ما ايه ما اتحدتش. بعد كده بحط السبستريت اللي هو مخصص للانزيم، ادي الانزيم اشتغل على سبستريت ويديني برودكت اللي هو بدا ايه يديني لون مختلف، تمام. طبعا سبستريت في الاول هو كان كارلس، لما بدات احط على الانزيم حسب التفاعل اداني لون، بقيس اللون ده قلنا زي احطه على الجهاز الاليزا ليدر هيديني قرايات، القرايات دي بتعبر عن الابزوربنس او عن الامتصاص الضوء للايه للماده اللي طلعت معايا اللون ده، وبعد كده انا اقدر بعد كده بعمل لها ايه انتربريتيشن واطلع منها الايه الكونسنتريشن. طيب ايه الابلكيشن بتاعت الايزا زي ما قلنا قبل كده، اول حاجه بنستخدمها فورس بوث كواليتيتيف اند كوانتيتيف ميجرمنت، تمام. قلنا كواليتيتيف يعني حاجه موجوده او مش موجوده، كوانتيتيف لا عايز اشوف هي كام بالظبط، التشخيص كام محتاج رقم عشان اشوف مثلا حاجه دي كده مثلا لو دراج مثلا هي كده كويسه الكميه بتاعتها ولا عاليه ولا او هرمون حاجه مش بس موجوده ولا لا، انا عايز اعرف كام بالظبط. كمان هي قلنا هي فيري سنسيتيف، ان قلنا اي كميه صغيره ملي جرام نانو جرام او مايكرو جرام حتى ممكن تحددها، تمام. It's used to analyze low concentration of proteins زي اي حاجه اي كميه صغيره من بروتينات الهرمونز انزيمز فيتامينز دراجز diagnostic ماركرز سايتوكاينز different body fluid، اي يعني حاجات كتير ممكن نقيسها زي مثلا هرمونات زي الاي سي تي اتش زي اف اس اتش تي 3 تي 4 اللي هو الثايرويد هرمون تي 3 وتي 4 الجلوكاجون الانسولين التستوستيرون الفيتامين كمان فيتامين زي فيتامين بي 12 البروستاجلاندز الجلوكورتيكويد حاجات كتير هي ممكن تقيسها مش بس الهرمونات بس او فيتامينات لا ده دراجز الثيرابيوتيك دراج مونيتورنج اذا في دراجز احنا محتاجين نعرف قلنا نتابعها نشوف مستواها عامل ازاي هل هي في السيف الدوز بتاعتها في السيف رينج ولا تخطيته هل في استجابه للشخص هو اللي بياخدها ده انا مثلا بقيس له حاجات مثلا مستوى هرمون معين او مستوى انزيم معين اي حاجه انا مثلا بشوفه هل هو بدا يتحسن ولا لسه ما استجابش للعلاج في ادويه زي الباربيتوريت المورفين الجوكسن في ادويه زي الحاجات دي المواد دي بتبقى سيدتيف او زي حاجات مهدئات او كده محتاجه اتابعها لان هي ممكن لو اتخطت الكميه بتاعتها الباربيتوريت دي او البروفين دي لو اتخطت الكميه بتاعتها ممكن تعمل مشاكل وممكن تعمل يعني توكسيسيتي وليها يعني حاجات يعني دينجرس سايد افكت. كمان ممكن تساعدني في الدياجنوستيك بروسيدور فور ديتكتنج انفكشن زي ما قلنا قبل كده ان احنا ممكن نشوف اللي هو الانتي بودي بتاع الاتش اي في فيروس، تمام، الهيباتيتس A الهيباتيتس B الحاجات دي كلها ممكن تساعدني في التشخيص بتاعتها انفكشوس ديزيز. وزي ما قلنا ده منظر البليت والويلز بتاعته، قلنا ممكن تكون متبطنه بانتيجين لو انا عايز اقيس الانتي بودي او ممكن تكون متبطنه بانتي بودي لو انا عايز اقيس الانتيجين، وده البليت الريدر اللي بحطه عليه بعد كده اللي هو مكان هنا بيبقى في مكان بحط فيه البليت، تمام، وبظبط الجهاز على طول موجي معين حسب الماده او حسب الانزيم اللي انا عايزه اقيسه او حسب الماده اللي انا عايزه اقيسها، وبيديني القرايات اللي انا بعد كده بتطلع ورقه عندي بالقرايات اللي انا بعد كده بعمل لها انتربريتيشن وبطلع منها الكونسنتريشن. طيب تطبيق على الموضوع ده دكاتره نتكلم عن الثيرويد فانكشن تيست اللي هو تحليل وظائف الغده الدرقيه اللي احنا بنقيس فيها التراي ايودوثيرونين هرمون اللي هو تي 3 والثيروكسين اللي هو تي 4
والثايرويد ستيمولينج هرمون اللي هو تي اس اتش، بقيسهم عن طريق الإلايزا تمام عشان اقدر اعمل كوانتيتيف ديتيرمينيشن اوف هرمونز كونسنتريشن ان هيومن سيرم. طبعا اول حاجه العينه بسحبها بعين بلاد عاديه بسحبها من الفين تمام، وبعد كده بعمل لها سنترفيوج. السنترفيوج ده هو بعملها بحطها على جهاز اسمه جهاز الفصل المركزي او جهاز الطرد المركزي اللي هو بيفصل السيرم من الدم. انا عايز بس الجزء اللي هو الفلويد او الجزء السائل بتاع البلاد، مش عايز الخلايا هيطلعوا لي ده هو اسمه سيرم. بحط العينه بتاعتي على بسرعه 3000 ران بير مينيت على الجهاز السنترفيوج. وبعد كده بعد ما خلاص جمعت السيرم دوت بطلعه، يعني بعد ما خلاص طلعتها من السنترفيوج باخد السيرم بتاعي ده في انبوبه منفصله وبحطه في خزنه في عند سالب 20 درجه لو انا كنت عايزه، يعني مش هشتغل دي دلوقتي، لكن لو هشتغل على طول خلاص ببدا اشتغل على العين. طيب عموما التي 3 والتي 4 بقيسهم اس فري اللي هو الجزء الفري اللي هو النشط بتاعهم، او ممكن اقيسهم از توتال، يعني كل تي 3 و4 اللي هو بيبقى فيه جزء بايندنج اللي هو بيكون متحد مع الثيروكسين بايندنج جلوبولين اللي هو تي بي جي. يعني انا التي 3 والتي 4 في جزء منه فري، وده اللي هو الاكشوال اكتيفيتي بتاعتهم، هو الجزء الفري ده هو اللي بيعمل الاكشن بتاعهم، في جزء بيكون باوند. فانت الفري هو اللي اس فري بس هو ده المسؤول عن الاكشن، لكن ممكن تقيس توتال برضه اللي هو كله الهرمون قد ايه، اللي هو بيشمل الجزء الفري والجزء الباوند البايندنج مع التي بي جي. طيب بس طبعا الجزء الفري هو اللي بيعبر عن الاكشن الاكشوال فانكشن بتاعت الثيرويد هرمون. طيب انا ايه اللي بستفيده من الكلام ده؟ ان انا اقدر اشخص اذا كانت الحاله ممكن في اوفر اكتيف او اندر اكتيف في الثيرويد جلاند فانكشن، اذا كانت هي هايبر ثيرويدز يعني نشط بزيادة في فرط في النشاط، او هايبوثايرويدزم في خمول في النشاط او في خمول في الغدة. وبرده لو الشخص ده بياخد علاج للغدة سواء فيها انخفاض او فيها ارتفاع، يعني في غدة خامنة او غدة نشطة بزيادة يعني، فبياخد لها علاج، فانا ممكن بتابع تأثير العلاج ده برده بقيس الهرمونات وبشوف الهرمونات دي هل في تحسن بالعلاج ولا مفيش. طيب عموما انا بصنم بالإلايزا، بصنم بقيس الثيرويد هرمون، بصنم انزيم هو الهورس راديش بيوكسيديز تمام، ودي النورمال فاليو بتاعتها الدكاتره بيكون تي اس اتش من 4/10 ل 4 ملي يونت بالليتر. الفري اف اللي هي الفري تي 4 بيكون من 8/10 ل 1.8 نانو جرام بالدي سي لتر، والفري تي 3 بيكون من 2/10 ل 4/10 نانو جرام بالدي سي لتر. طيب ممكن برضو انا استخدم السبكتروفوتوميتر، يعني او هو استخدام الجهاز الكالوريميتر ده برضو ممكن استخدمه في قياس السيد هرمون تمام. ودي برضو طريقه بتستخدم ان انا اقيس بيها السيد هرمون، وده بتبقى حاجات برضو اوتوميتد وممكن استخدمها في عينات كتير بتساعد في الهاي ثروبوت سكريننج اللي هو تبقى حاجات اوتوميتد، يعني الفويس وكده حاجات مجهزه اوتوميتد بتكون ممكن استخدم فيها اشتغل كذا عينه في وقت واحد. بستخدم الريجنت بتاعي اللي هي فيها الكيميكال المواد اللي انا بحطها على العينه اللي تديني اللون في الاخر، وفي عندي ستاندرد طبعا لازم يكون في ستاندرد عشان اقيس الحاجه المجهوله، لازم يكون في حاجه عندي ستاندرد معلومه معلومة التركيز يعني. والسامبل اللي هي العينة بتاعتي اللي هي التست اللي انا بختبرها، انا مش عارف تركيز الثيرويد هرمون فيها قد ايه. طبعا الكوردن تول كيت اللي انا بستخدمها بقى فيها الكميات اللي انا بشتغل بيها، والريجنت بحط قد ايه، وبسيب وقت الانكيبيشن بيريد قد ايه، وحسب نوع الهرمون او الثيرويد هرمون انت هتقيسه الكيت بتاعتها تي اس اتش او حسب الثيرويد هرمون اللي انت بتقيسه. عندي تي سي اس اتش والتي سي والتي 4، بيبقى عندي فيه الكيت اللي انا بستخدمها بيبقى فيها ريجنت، الريجنت ده ممكن على كذا ازازه مش ازازه واحده بس، ريجنت 1 وريجنت 2، وفي عندي الستاندرد وعندي السامبل باد العينه اللي هي موجوده عندي اللي هي جايه لي المعمل بدور فيه على التركيز بتاع الثيرويد هرمون. بعمل عندي هنا انبوبه الستاندرد تمام، بحط فيها 10 مايكرو من العينه الستاندرد هي عينه معلومه التركيز من الثيرويد هرمون، وبحط عليها 1000 مايكرو من الريجنت واحد تمام. عينه اللي هي العينه التست بتاعتي او عينه السامبل اللي جايه لي في المعمل بحط منها برضو 10 مايكرو، يعني عينه السيرم مثلا فصلتها من البلد وبحط عليها 1000 مايكرو من الريجنت ريجنت واحد. وما انساش البلانك اللي هي الانبوبه اللي بحطها في الاول بصفر عليها الجهاز اللي هي تبقى فيها الريجنت فقط، بحط فيها الايه
ألف مايكرو من الايجنت واحد، بعمل يوم انكيوبيشن ميكس بخلطهم وأعمل انكيوبيشن لمدة 5 دقايق، وبعد كده بحط الايجنت 2 اللي هو بحطه 1000 مايكرو في كل الأنابيب. بحط أبوك البلانك، بعد كده بعمل ميكس الأول برضو سبع 10 دقايق، بعد كده بقى أبدأ أقيس على جهاز الكالوريميتر أو السبكتروفوتوميتر، بحط الأول أبوك البلانك اللي هي بصفر عليها الجهاز وبيديني قراية، أول ما بشيلها بعد كده بيديني قراية بالماينس، دي بتراحل الجهاز بعد كده اللي هي بيخصم يعني قيمة الريجنت فقط. بعد كده بحط الستاندرد، بقيس الستاندرد بيطلع لي الابزوربنس اوف الستاندرد، المعادله اللي بقيس بيها في الاخر. وبحط انبوبه السامبل او التيست بحطها في البسط اللي هو الابزوربنس بتاعها من فوق، وبضرب في تركيز الستاندرد اللي انا عندي، محل معلومه التركيز ده معلومه عندي، يبقى بقسم الابزوربنس اوف التيست على الابزوربنس اوف الستاندرد وبضرب في تركيز الستاندرد، وده يبقى الايه تركيز الثيرويد هرمون اللي في العينه. طيب عموما يا دكاتره المفروض التي اس اتش ليفل يعني بعد ما النتائج طلعت معايا تمام، بشوف بعمل انتربريتيشن النتائج دي ايه اللي فيها. لو تي اس اتش كان عالي وتي 4 او تي 3 وتي 4 قليلين، يبقى ده معناه ان الغده فيها خمول في اندر اكتيف ثايرويد جلاند او هايبوثايرويدس، طبعا ده محتاج تريتمنت. برضو لو لقيت التي اس اتش العكس، لقيته هو اللي قليل والتي 3 والتي 4 هما اللي عاليين، يبقى ده في اوفر اكتف للجلاند، في هايبر ثايرويدزم، يعني هنا كانت الغده مش مطلعه الهرمونات كافيه، فعشان كده التي اس اتش اللي هو طالع من الدوتري بيحاول بيعلى عشان بيحاول ان هو يزود الهرمونات بتاعت الثايرويد جلاند. هنا بقى لا، هنا بقى هو اللي قليل التي اس اتش، يعني ليه؟ لان التي 4 والتي 3 هما اللي كتار، الغده بتطلع بزياده، فبالتالي التي اس اتش مش محتاج يعلى، فهو قليل لان هو ان هما الهرمونات بتاعت الثايرويد جلاند عاليه، دي الهايبرثايرويدزم. طيب لو لقيت بقى تي اس اتش يكون يعني ريزد، يعني هو اللي عالي شويه بس التي 3 والتي 4 كويسين وذ النورمال، يبقى ده معناته ايه؟ حاجه اسمها سب كلينيكال هايبرثايرويدزم، يعني هي هايبرثايرويدزم بس حاجه سب كلينيكال ملهاش اعراض مش باينه لسه، او مايل ثايرويد فيلر ملهاش اعراض على الشخص، بس خلي بالنا ان هي ممكن تتحول في المستقبل، ممكن تقلب اوفرت اور كلينيكال هايبوثايرويدس، تبدا تبان لها اعراض بقى ومشاكل. والكلام ده انا ممكن اقدر يعني استنتجه او افرق، يعني اقدر احدد اذا كان ممكن يحصل ولا لا، او اقدر اشوف الاحتماليه اللي ممكن يحصل للهايبوثايرويدزم ده من ان انا اقيس حاجه اسمها ثايرويد انتي بودي، ودي انتي بوديز بتتكون في ضد الثايرويد جلاند، وده بيحصل في امراض المناعه الذاتيه اللي هي اوتو اميون ديزيز، ممكن يحصل في الثايرويد جلاند انفلاميشن، بيكون اوتو اميون انفلاميشن في الثايرويد جلاند، بيخلي يبقى في انتي بوديز بتطلع بتهاجمها، تبقى حاجه اوتو اميون ديزيز يعني الجسم بيهاجم نفسه، فممكن اقيسها لو هي موجوده، دي ممكن تكون سبب انها تؤدي الى الايه الهايبوثايرويدزم. طيب بعد كده عندي لو لقيت ان تي اس اتش قليل وبرده التي 3 والتي 4 هما كمان قليلين، يبقى ده معناته ان المشكله جايه من بيتري جلاند اللي هي اصلا تي اس اتش قليل، وبالتالي برده التي 3 والتي 4 هيبقوا قليلين، ودي بنسميها تكن بي هايبوثايرويدزم كوزد باي هايبوثايرويدزم، او ممكن تكون المشكله دي سببها حاجه سيجنيفيكانت نان، برده حاجه نان ثايرويد ديزيز، حاجه مش يعني مش في الغده، مش في الغده الدرقيه نفسها، مش المشكله يعني في الغده الدرقيه نفسها. عموما يا دكاتره التي 3 والتي 4 هم دول الفري، هم دول الاكتف، وعموما هم يعني التي 3 بيكون هو المور بوتنت عن التي 4، يعني هو التي 4 بيتحول للتي 3 برده في التيشوز، هو يعني بيشتغل اكتر من ان هو المور اكتف عن التي 4، بس احنا بنقيسهم برده هم الاثنين، والجزء الفري اللي هو بيعبر عن الاكشن بتاع الثايرويد جلاند. طيب بعد كده بقى نبدا نعمل نطبق الكلام ده على ريبورت، عندنا 3 ريبورت، اول ريبورت عندنا باين هنا في تي 3 وتي 4 وتي اس اتش، دي اللي طلع معانا ودي النورمال فاليو اللي احنا هنقارن بيها. التي 3 طلع 2.5 نانو جرام بي دي سيليتر، واحنا هو اب تو 2.5 من 10، ده هو عالي. التي 4 برضه نفس الحكايه، هنلاقيه عالي 4، لكن تي اس اتش ماله من لاقيه قليل. طيب دي حاله ان عندي هنا تي اس اتش قليل لكن التي 3 والتي 4 عاليين، يبقى دي المشكله هنا ايه؟ عندي هايبر ثايرويدزم، تمام، لان عندي الثايرويد هرمون هم نفسهم اللي عاليين. طب الكيس الثانيه لا، هنلاقي العكس، هنلاقي التي 3 والتي 4 هم قليلين تمام، لكن التي اس اتش مالها عاليه هاي 7،
يبقى مشكلة بقى، ما دام هم قليلين نفسهم ال T3 وال T4 هم اللي قليلين. ادي عندي هنا ال T3 1/10 وال T4 4/10 قليل عن الطبيعي، يبقى المشكلة هنا ايه؟ هايبوثايرويدزم. طيب اخر كيس معانا هنا هنلاقي ان ال T3 TSH هو اللي قليل، لكن ال T4 وال T3 كويسين وده النورمال. يبقى دي حالة بقى ايه؟ احنا فاكرين لما كنا بنقول لما يكون ال TSH عالي بس ال T3 وال T4 هما وزن نورمال، يبقى دي كانت حالة اسمها سب كلينيكال هايبوثايرويدزم. تمام. لكن هنا العكس، ده هنا ال TSH هو اللي قليل مش عالي، هو قليل، لكن برضه ال T3 وال T4 كويسين، فدي حالة اسمها سب كلينيكال هايبر ثايرويدزم. ان هو لان ال TSH قليل، لو كان عالي وهم دول نورمال يبقى سب كلينيكال هايبوثايرويدزم، لكن ده هو قليل وهم اللي نورمال يبقى دي سب كلينيكال هايبر ثايرويدزم. ودي برضو ممكن تقلب لكلينيكال هايبر ثايرويدزم، يعني حسب الحالة بتاعت الشخص ممكن تقلب برضو ايه كلينيكال هايبر ثايرويدزم. تمام. دي دكاترة لينكس للفيديوهات فيها شرح للإلايزا برضو، يعني شرح كويس برضو للإلايزا اللي حابب بيشوفها، وفيها طريقة الشغل بتاعتها والشرح التقنية بتاعت الساندوتش إلايزا. تمام. ان شاء الله تفيدكم، ويارب تكونوا ان شاء الله تكونوا يعني فهمتوا الموضوع. والفيديوهات دي برضو هتبقى اكثر ايضاحا باذن الله، لو في حد برضو يعني برضو اللي بده نشوفه برضو يكون احسن نشوف الطريقه. وربنا يوفقكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.